وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح، ومن اهم هذه الاخبار تدشين استراتيجيه تنميه صناعه السيارات، وده كان خلال زياره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمنطقه شرق بورسعيد المتكامله التابعه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. وايضا من الاخبار اللي حصلت امبارح نفي الحكومه للشائعات اللي تم تداولها حول استقطاع جزء من مكافاه نهايه الخدمه لاصحاب المعاشات، واخبار ثانيه هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي تم فيها تدشين استراتيجية تنمية صناعة السيارات. وأكد مدبولي إن الهدف الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكمان كل الصناعات المغذية لها من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس اللي عقد بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة. خلال الاجتماع تم التأكيد على ما تم إنجازه من مشروعات بالمناطق الصناعية وموقف التعاقدات الحالية في ميناء شرق بورسعيد والإسراع في خطوات توطين الصناعة. امبارح برضه تفقد الدكتور مدبولي أعمال التطوير اللي بتتم في ميناء شرق بورسعيد، واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمعامل المركزية في الميناء، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية وتقليل زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي تم تداولها بخصوص استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده كله مش حقيقي، وإن الرسالة الصوتية اللي بيتم تداولها غير صحيحة، وإن الدولة ملزمة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملة دون استقطاع أي جزء منها. نروح لجولة أخبار المحافظات اللي معنا فيها مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة، يمكن أهمها إعلان خلو شمال سيناء من أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، بالإضافة لتنفيذ 38 قافلة طبية مجانية في قرى ومراكز دمياط. كمان معنا من بين الأخبار المهمة أيضا ومن ضمنها افتتاح ملتقى التوظيف الأول ضمن برنامج فرصة في أسيوط. عندنا كمان أخبار تانية من الجيزة والغربية هنتابعها في التقرير التالي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، البداية من شمال سيناء اللي سجلت امبارح صفر إصابات أو وفيات بكورونا، وأعلنت صحة شمال سيناء خلو المحافظة من أي حالات محجوزة بالمستشفيات أو بالمنازل مصابة بكورونا. في دمياط أعلنت مديرية الصحة عن خطتها لاستكمال القوافل الطبية العلاجية بنطاق المحافظة من شهر يوليو ولحد ديسمبر، وفي الفترة دي هيتم تنفيذ 38 قافلة بكافة مراكز ومدن المحافظة. القوافل هتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، ده بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وتخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا. في الجيزة تم الإعلان عن بدء إنشاء سوق العياط الحضاري على مساحة 3700 متر مربع، وده ضمن جهود المحافظة للتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية. المشروع هتنفذه مديرية الإسكان بالجيزة وبتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية. في أسيوط تم افتتاح ملتقى التوظيف الأول اللي بتنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وده لتوفير أكثر من 500 فرصة عمل بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص. في الغربية أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إنه تم توجيه قافلة طبية كبرى إلى مدينة سمنود لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تحت شعار قافلة كل يوم.
القافلة بتستهدف دعم القرى الأكثر احتياجاً وخدمة المرضى بجميع مراكز المحافظة، وتم حتى الآن توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1428 حالة.